بنجهز الاكل على الحطب. هون احنا بنشتغل بنطبخ دائما على الحطب، والحطب هلا صار كتير قليل بالغوطه، بالاخص بعد ما راحت مناطق كبيره من المرج. ونحن هلا عم نعتمد على ما تبقى من اساس المنزل من الخشب اللي بقي عنا، بنقطعه لقطع وعم نطبخ على الصوبيا، وعلى طول عم نتعذب بالطبخ. وحتى ان توفر الحطب عم يكون سعره كتير غالي، ومشكله كبيره بالنسبه لنا بنستعمل الحطب للدفا للطبخ. مثل ما انتم شايفين اي شيء بدنا نجهزه على الحطب بنشتغل فيه.